هلا انا بدي اسحب 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 اسحب، شفتوا انا ما بشوف، انا مو شايفه ولا اسم، فشو عمالي عم بعمل انا هيك؟ شوفوا طياره طياره طياره، شو ما تيجي تحكوا لي امون اختاريني، انا ما بختار، ما بقرا اسماء ولا بحكي لكم انتم من وين اكتبوا لي، انا ما بتفرق معي متابعين قناتي من وين، انا بحب كل متابعين قناتي من كل الدول العربيه اكيد. فانا زي ما انتم شايفين انا مش حركز باسم نهائيا، مش حركز باسم. مرحبا بكم متابعو قناة أمون تي في شو. اليوم أجايز رح نستعرض أنا وياكم أجدد إصدارات ألعاب الإلو إل سبرايز اللي رح تكون في الفترة القادمة، وكمان اليوم بدي أشرح لكم طريقتي الجديدة بالسحب. بصراحة اللي فازوا معي المرة الماضية لهلا ما ردوا علي، وعلى اليوتيوب مو تاركني بحالي وعم بسكر أغلب الفيديوهات اللي عليها تعليقاتكم الكتيرة، لهيك أنا قررت في هاي الحلقة أشرح لكم سريع شو بدي أعمل، وبنفس الوقت كمان رح نعمل سحب عشوائي على أول فائز معنا لهذا الأسبوع. يلا نبدأ، لكن قبل ما نبدأ بالفيديو تأكدوا أنكم مشتركين بقناتي، لأنه أنا بس بسحب على المشتركين بقناتي. معانا أول شغلة بدي أحكي لكم طريقتي الجديدة في السحب العشوائي لعائلات الأو أم جي اللي عندي. لهيك أنا قررت بما أنه اليوتيوب مو تاركني بحالي وعم بسكر أغلب الفيديوهات اللي عليها تعليقاتكم الكتيرة، قررت الفترة الجاي أعمل فيديوهات متنوعة وفيديوهات اليوتيوب ما يسكرها، وصفات مشتركين، دي آي واي كتير، فأشياء اليوتيوب ما رح يسكر التعليقات عليها، لأنه الفترة الجاي في مسابقات كتيرة، وأكيد كايز يعني أنا بدي تعليقات مشان أعمل سحب. اليوم قررت أعمل سحب عشوائي على الفيديو تبع امبارح واثبت تعليق الرابحه. هاي الطريقه كتير حلوه جايز، فاليوم معنا وحده وبكره وبالفيديو الجاي رح يكون معنا حدا، وبالفيديو اللي بعده رح يكون معنا حدا، يعني ثلاث فائزين معنا كل اسبوع. وتاكدوا انكم فاعلين الجرس لانه ممكن اسحب على اول ساعه ما بتعرفوا. هلا خلونا نروح لاصدارات شركه الالو ال الجديده. اول اصدار معنا لليوم اصدار الهدايا. لما انتم متذكرين كان عندنا سيريز 1 اللي حسب شهر الميلاد، وسيريز 2 كانت كمان على الأبراج حسب البرج، هالمرة إجت كمان على شكل هدية بتجنن، جد هاي كتير بتنفع إنه نهديها لبعض في أعياد الميلاد. نروح للإصدار الثاني، وأنا شايفته بصراحة كتير غريب وحلو وفكرة جديدة، اللي هي اسمها إلو إل سبرايز توينز، توينز يعني توائم. وكمان رح يكون سيريز 1. شوفوا صورة الغلاف فيها بنوت كتير حلوة، شوفوا اللعبة كتير بتجنن، اسمها فانسي جير. هاي اللعبة بتضم 15 مفاجأة، كمان زي ما تعودنا رح تيجي معها اكسسوريز ورح تيجي معها ملابس، وانا كتير متحمسة لهاي السيريز لانه كتير عجبتني، وفي منها كمان وحدة تانية، كمان صورة تانية اللي هي بتشبه بادي، فبتمنى كتير انها تكون بنت بادي، لانه بصراحة العيلة كبرت عندي كتير ومن العائلات اللي بحبها وشكلها كمان كتير كيوت، فكتير متحمسة جايز للإلو إل سبرايز توينز. كمان نروح للإلو إل سبرايز أو أم جي سيريز 5، وكمان كتير متحمسة لهاي الشخصية اسمها مون لايت بيبي. طبعا مون لايت بيبي من أكتر الشخصيات كمان رح أحبها لأنه عائلتها كتير حلوة، إذا بتتذكروا داسك ونايت فول هاي أمهم. كمان رح تكون المون لايت ضد هاي الشخصية، ضد سانشاين جير، تين متعاكستين ليه؟ لأنه واحدة بتحب الليل مون لايت والتانية سانشاين. وكمان عنا الإلو إل سبرايز ديلوكس، إذا بتتذكروا كمان هاي علبة المفاجآت، علبة الهدايا نزلت منها سيريز 2. كمان أنا متفاجئة كتير بصندوق المفاجآت، هذا من أكبر صندوق شركة الإلو إل سبرايز رح تعرضه الفترة الجاي، اللي هو اسمه الأو أم جي موفي ماجيك ستوديوز. جايز أنا المستغربيته بهذا الصندوق إنه العائلات مش راكبة مع بعض، الشخصيات بتحسوها ما بتشبه بعض أو مو عائلات مترابطة، شوفوا كيف الصورة، شوفوا العائلات اللي جنبهم كمان ما إلهم علاقة ببعض، وفي حيوانات أليفة وفي للسيسترز، فأنا كتير كمان متحمسة لهذا الصندوق اللي بيضم أكثر
أكثر من 70 مفاجأة، وكمان فيه 12 إكسكلوزيف دول إنسايد، يعني فيه 12 لعبة إلو إسبرايز داخل هذا الصندوق، لهيك رح يكون هذا الصندوق سعره أكثر من 200 دولار. وكمان تفاجأت إنه رح تم إصدار تشير، هاي أخت تشير أو أم تشير، يا الله شو حبيتها، لأنه شخصية تشير محبوبة عندي وعائلتها كتير كبيرة، وكمان رح يصير لإلها أم، فكتير متحمسة كمان لتشير لأنها من الشخصيات الحلوة. كمان رح يتم إصدار الإلو إل سبرايز كونفيتي أندر رابس، طبعا هاي رح تكون السلسلة الثانية من الكونفيتي باب، كمان متحمسة لأمسك مثل هاي الاسطوانات الإلو إل سبرايز، لأنها كانت من أحب الاسطوانات اللي أفتحها. وانتو اكتبوا لي في التعليقات إذا متحمسين للأندر رابس سيريز 2. وعنا كمان الإلو إل سبرايز كالر تشينج، كالر تشينج سبرايز موجودة عليها I think اسمها سبلاش، من اسمها كالر تشينج كمان هاي السلسلة بتتغير، فما بعرف إذا بس تتغير بالمي أو عملوا تغير جديد. وكمان كتير كمان متحمسة لهاي الكرة، أعرف الشخصيات اللي جواتها. سيريز 5 أربع شخصيات زي ما أنتوا شايفين، شخصيات كتير مختلفة، شخصيات شوي غريبة. اسم السلسلة كاملة موفي ماجيك، فمن الاسم هيك شوي فيه ماجيك، فبدنا نشوف هاي الشخصيات شو الاشي اللي بيميزها حتى سموها موفي ماجيك. في عنا اربع شخصيات، في عنا ميسيس دايركت، زي ما انتو شايفين ميسيس دايركت كأنه إلها وجهين، شايفين على صورة الغلاف، وعنا سبيرتي كوين، وعنا ستار، وعنا جالاكسي جير، فعنا اربع شخصيات. انا كتير كمان متحمسة لهاي السلسلة، ما بعرف انه اصدارات الالو ال سبرايز مش عم تنتهي، لهيك يا جايز لازم اعمل سحوبات كتير لإلكم، لازم اربحكم 3/4 اللي عندي، لانه كتير رح يصير عندي، حيصير عندي مصنع الالو ال سبرايز. واخر شي جايز اللي هو البيت الكبير، بيت ضخم، بيت بصراحة فيه فكرة جديدة، اللي هو بيت الاو ام جي الالو ال سبرايز او ام جي. بس اللي لفتني بهذا البيت جايز عدة شخصيات انا هلا بدي اعلم لكم عليها. اللي لفتني انه سكريبلز هاي الشخصية الولد، انا بملك له اخت صغيرة وكمان حيوان اليف، رح يصير عنده اخ، وانا لاحظت بس تعملوا زوم على الصورة الولد شبه الاولاد، يعني هذا اول او ام جي ولد، انا كتير متحمسة لاشوف اول ولد حقيقي او ام جي. واللي لفتني كمان كريستال كوين، واللي فتني كمان كريستال رح يكون لإلها أخت، بس ما بعرف إنه هاي ممكن تكون في سيريز لقدام، لأنه مش موجودة في السيريز الحالية اللي رح تصدر بعد أشهر. وكمان هاي الشخصية الحلوة كمان رح يصير لإلها أخت، هذا اللي أخدته واللي انتبهت له من صورة الغلاف على هذا البيت. أكيد جايز لما بتنزل هاي الإصدارات رح أروح أجيبها، بس أنتوا اكتبوا لي في التعليقات أي إصدار عجبكم أكتر، وأنتوا اكتبوا لي في التعليقات. هلا قبل ما ننهي الفيديو خلونا نعمل سحب، قبل ما ننهي الفيديو خلونا نروح ونعمل سحب عشوائي. طبعا بدي روح أعمل سحب عشوائي على هذا الفيديو، على آخر فيديو بدي أعمل سحب عليه، رح أسحب عليه. طبعا انا تأكدت جايز قبل ما اصور، تأكدت انه انتم مشتركين، يعني انا شطبت اغلب التعليقات اللي عم بيشتموني فيها، مو مشكلة اشتموا، الدنيا رمضان وانا ما رح ارد عليكم. هلا انا بدي اسحب 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 اسحب، شفتوا انا ما بشوف، انا مو شايفة ولا اسم، فشو عمالي عم بعمل انا هيك؟ شوفوا طيارة طيارة طيارة، عشان ما تيجي تحكوا لي اموني اختاريني، انا ما بختار، ما بقرأ اسماء ولا بحكي لكم انتم من وين اكتبوا لي، انا ما بتفرق معي متابعين قناتي من وين، انا بحب كل متابعين قناتي من كل الدول العربية اكيد. فانا زي ما انتم شايفين انا مش حركز باسم نهائيا، مش حركز باسم. الله خلص هلا تعبت اصبعي، بدي اختار، بدي اختار هذا الاسم بس اثبته، رح اقرأه نشوف انا مين ثبتت. انا ثبتت ويت انا ثبتت هذا الاسم، الاسم ليزا، ليزا سويت. كان الكومنت امون جن الحلقة ويا ريتها ويت ويا ريتها زبطت معك، دخليني على السحب بليز بحبك موت. شكرا لك يا ليزا سويت، وانتي اللي فزتي، رح اكتب لها طبعا انه هي اللي فازت، لان ما رح تعرف انا ليه ثبتتها ويتامينات، فبدي اكتب لها مبروك مبروك، انتي اللي فزتي معنا هذا الاسبوع.
وشو بتمنى تقولي في الاسبوع اول فائده نمره 2 احكي لي حبيبتي شو بدك من عائلات عمانه من عائلات معلش من عائلات عائلات الال وال سبرايز بس وهيني بعثت لها مسج بس مبروك لليزا وهارت لك للجميع جايز هاي الشغلات نصيب وانا زي ما حكيت لكم انه رح دائما اعمل لكم جوائز وهدايا وما بدي حدا يزعل مني لانه الشغل نصيب وسحب عشوائي زي ما انتم شايفين يعني وبس وبتمنى حلقه اليوم تكون عجبتكم وبشوفكم بفيديو اخر باي باي.